بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: لعلكم تقفون مع الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعين بالصبر والصلاة، لأن الإنسان في هذه الحياة تعرض له مشاكل، تعرض له هموم، ويستقبلها بالصبر والصلاة، لأن هاتين خصلتين تسهلان عليه هذه الهموم بإذن الله سبحانه وتعالى. واستعينوا، أي اطلبوا العون من الله جل وعلا بالصبر وعدم العجلة وانتظار الفرج. والأمر الثاني بالصلاة، لأن الصلاة فيها طمأنينة النفس، وفيها ذكر الله عز وجل، وذكر الله تطمئن به القلوب، كما قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة ذكر لله سبحانه، وفيها الذكر قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، كلها أذكار متنوعة، فهي استعانة بالله عز وجل بهذه الأذكار العظيمة وهذه العبادة العظيمة، فيها عون للعبد على طاعة الله وعلى مشاكل الحياة وعلى المشاق، فإنها تعينه على مواجهتها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، يعني اشتد به أمر، لجأ إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. كان صلى الله عليه وسلم يرتاح من الهموم ومن المشاق في الصلاة، لأنها تصله بالله سبحانه وتعالى، ولأنها فيها ذكر لله عز وجل، ذكر الله تطمئن به القلوب. فالله أمرنا بأن نستعين بهاتين العبادتين، الصبر والصلاة، عندما يكربنا أمر أو يحزبنا أمر فإننا نستعين بهاتين العبادتين، والفرج قريب من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج، والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة الزميل المخرج عبد الله العتيق على الشاشة، لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. راجينا أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة ومعدة
يعني مسبقا، نرجو أن تكون في محيطنا الشرعي وفي أحكام الصيام. فضيلة الشيخ، هل الأجر والحسنات في العشر الوسطى مثل العشر الأخيرة من رمضان من التلاوة والتصدق والعمل الصالح؟ رمضان كله من أوله إلى آخره كله مجال للعمل الصالح بجميع أنواعه، والعشر الأوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها في أول الأمر رجاء أن يدرك ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر وبقي على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فالعشر الأوسط لا شك أن لها من الفضل ما لها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، وهذا يدل على فضلها وعلى أنها ترجى فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر أخفاها الله في شهر رمضان، فلا يدرى على سبيل الجزم أي ليلة هي، لأجل أن يجتهد المسلم في كل شهر رمضان، فإذا اجتهد في كل شهر رمضان فإنه أدرك فضل رمضان وفضل ليلة القدر، وهذا خير كثير لمن وفقه الله. نعم، أحسن الله إليكم. مرة ثانية نذكر بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال في البرنامج، 0111 42 83 13 0111 42 83 13. فضيلة الشيخ، هذا يذكر بأنه إمام مسجد، يقول انصحوني ونحن مقبلون على العشر الأخيرة، كم أصلي التراويح وكم أصلي القيام ومتى أبدأ القيام؟ يا أخي، صلاة التراويح وصلاة القيام عليها العمل في هذه البلاد. صلاة التراويح 23 ركعة لمن كان يخفف القراءة والركوع والسجود تخفيفا غير مخل، و13 أو 11 لمن كان يطيل القراءة والركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13، ولكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، والصحابة صلوها 23 بخلافة عمر رضي الله عنه، لأنهم كانوا يخففونها رحمة بالمأمومين تخفيفا غير مخل، صلوها 23. نعم، معنا المتصل سعد، تفضل يا سعد. سعد، نعم، انقطع الخط. هذا سائل يقول أرغب أخذ عمرة وأنا إمام مسجد وأوكل أحد أصحابي يصلي بجماعتي في العشر مع أنني أنا الذي أصلي بهم التراويح. يا أخي، التزامك بالإمامة في مسجدك أفضل لك من العمرة، لأن التزامك بالمسجد هذه أمانة، و الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، يعني يضمن صلاة من خلفه، فأنت تعهدت بالقيام بالإمامة والتزمت بها أمام الجهة المسؤولة عن المساجد، فعليك أن تفي بهذا الالتزام، وأنت أم المصلين من أول الشهر إلى آخره في مسجدك، وهذا أفضل لك من العمرة. نعم،
امرأة يا شيخ عليها أيام كثيرة من رمضان، فهل لها أن تبدأ بالست من شوال لكي لا يخرج شوال عنها؟ هو القضاء موسع، أما الست فإنها تفوت، فلا بأس أنها تصوم الست لأنها تفوت وقتها محدود، وأما القضاء فوقته موسع، فتجمع بين الفضيلتين، فضيلة صيام الست وفضيلة القضاء على ما عليها من صيام رمضان. نعم. محمد من بيشة معنا على الخط، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. نبغى نتكلم الشيخ، الله يجزاكم خير انت وياه ان شاء الله. طيب، لعل لان الشيخ يمكن ما يسمع بالسماعه، اعطونا سماعه الاستديو، تفضل سؤالك يا اخي. يا فضيلة الشيخ، اول شيء نحبك في الله، الله يجزاك خير. وعندي الوالده، والدتي كبيره في السن، عمرها ما يقارب 100 عام. وانا رجال احوالي ميسره، ولا قدرت اخذ لها شغاله، وانا اللي اقوم بخدمتها. من حفائض عزكم الله، ومن امور ثانيه تغسيل وما تغسيل. عجبون، الله يجزاكم خير. طيب، شكرا. والدته كبيرة في السن، تقترب من 100 عام، يقول أحوالي المعيشية ضعيفة جدا، وأنا أقوم يا شيخ بخدمتها من تحفيظها والقيام بشؤونها للطهارة، ما رأيكم يا شيخ؟ نعم، البر بوالدتك لا شك أنه أمر واجب، ولك الأجر العظيم عند الله تعالى، ولكن أمور الطهارة وأمور مباشرة الطهارة مع أمك هذه لا يصلح لها إلا المرأة، فتأتي بخديمة أو بإحدى قريباتها، بناتها يا شيخ، بناتها أو قريباتها، فيوضئونها ويتولون خدمتها في الطهارة، امرأة مع امرأة، هذا أنسب وأحسن. نعم. هذه امرأة تقول تحليل الزواج، أريد أن أخذ دم، هل يفطر يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة؟ الدم اليسير ما يفطر، إنما الذي يفطر الدم الكثير مثل الحجامة، الحجامة تفطر الصائم، كذلك الدم الكثير إذا سحب من الصائم فإنه يفطره أيضا، أما الدم اليسير كالنقطة أو النقطتين أو البرواز الصغير هذا لا يؤثر. نعم. يقول السائل، الرجل صار عليه حادث سيارة، أغمي عليه فترة، مر خلالها شهر رمضان وهو مغمى عليه، فهل عليه قضاء للصيام والصلاة أم لا؟ ليس عليه قضاء، لأنه زال عقله مدة طويلة، فليس عليه تكاليف شرعية ما دام أنه مغيب العقل مدة طويلة، لكن إذا شفاه الله وحافظ على الصلاة والصيام في المستقبل. نعم. تفضل يا أبو عبد الله من المدينة. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام، تفضل. سؤالك مختصر. ذهبنا إلى مكة عمرة من المدينة، فلما وصلنا جمو فنزلت الدورة على البنت، فإحنا وصلنا عمرتنا وفي مطاف جلست في الحرم، ما يترتب على الشيخ الله يجزاك خير؟ نعم، تبقى في إحرامها وتنتظر، إذا زال عنها الحيض تغتسل ثم تؤدي عمرتها يا أخي. شكرا. شكرا شيخنا الكريم. هذا السؤال يردنا كثيرا، إمام مسجد في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة في المسجد إلا في صلاة العشاء والتراويح، بقية الفروض الشيخ صالح لا يصليها، وعلته في ذلك يقول لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. لا يا أخي، الإمامة
واجبة عليك لأنك التزمت بها وتوليتها من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد، فيجب عليك القيام بالإمامة، ولا توكل إلا إذا كان لك عذر شرعي من مرض ونحوه. نعم. هذا يقول: قرأت على أختي المصابة بالسحر في نهار رمضان وهي صائمة، وفي أثناء القراءة وبغير اختيارها استفرغت، فهل عليها قضاء؟ إذا كان الاستفراغ بغير اختيارها فليس عليها قضاء. نعم. نعم. أيضا يا فضيلة الشيخ، الذين لديهم مرض السكر عادة عندهم إبر يشكون فيها اليد وتخرج بعض النقاط من الدم. لا يضر، الدم اليسير لا يؤثر. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها لا يريد ذلك، يقول: صلي في البيت آجر لك عند أولادك وعند مطبخك. نعم، إذا كان عملها يستدعي أن تبقى في البيت لأجل تربية أولادها والمحافظة عليها فإنها تبقى في البيت وتصلي ما تيسر لها ولها الأجر إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ هذا السائل أبو إبراهيم: إن كب الناس في هذا الوقت شيخ صالح على مواقع الاتصال الاجتماعي وجلس الناس بالساعات والليالي حول هذه المواقع وضيعوا الأوقات، وخصوصا فيما يتعلق برمضان، هذه مصيبة وهذه فتنة حدثت لبعض الناس أو لكثير من الناس. عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويحفظوا وقتهم فيما يفيدهم وينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا يعكفوا أو يكبوا على هذه الجوالات وهذه المواقع التي أكثرها ضياع للوقت أو أكثرها مؤثم فيه إثم ومشاهد غير لائقة. فعليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى ويحفظوا وقتهم فيما ينفعهم ويفيدهم في دينهم ودنياهم. الجوال إنما يتخذ للمكالمة فقط، وأما أنه يتخذ للتسلية وللاطلاع على أشياء تشغل الإنسان أو تفتن الإنسان فهذا أمر يجب تركه والحذر منه. نعم. تفضل يا حسن من جدة معنا على الخط. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. يا شيخ الله يعطيك العافية، أنا مبتعث لأمريكا وأجي انتهت هنا في جدة إجازة لمدة شهرين شهر ونص زي كذا، فناوي أسوي عمرة، فقالوا لي ناس قبل تروح الميقات تحرم من الميقات أو أحرم من جدة، فماني عارف. أن تحرم من جدة لأنك نويت من جدة، وما دام نويت من جدة تحرم من المكان الذي نويت منه. أيوة. نعم. بس أنا ساعات لما أجي من أمريكا لما كنت جاي ناوي إن شاء الله إذا جيت الإجازة قعدت هنا بسوي عمرة خلال الإجازة. أحرم من جدة لأنك نويت من جدة، أما النية العامة إنك ستعتمر إن شاء الله فهذا لا يلزمك فيها شيء، لكن تحرم من جده إذا عزمت على العمرة. نعم. شكرا. بارك الله فيك. بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من أسناني حال استعمال الفرشة يفطر؟ تكمله للجواب الذي قبل هذا. إذا كنت قدمت من الخارج ناويا العمرة، نعم، فإنك تحرم من الميقات الذي على طريقك وأنت قادم. وأما إذا قدمت إلى جدة ما ليس بنيتك عمرة ولكن نويت بعد ما وصلت إلى جدة تحرم من جدة. نعم. وأما تفريش الأسنان وما يتبقى أو يصل إلى الأسنان من الأشياء التي تنظف الأسنان، المواد التي تنظف الأسنان، فأنت تلفظها ولا تبتلع منها شيئا ولا تضرك. نعم.
وصلنا هذا السؤال، يقول السائل: هل التطعيم ضد الحمى الشوكية يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام إذا كان في العضل، فإنه لا يبطل الصيام إلا إذا كان هذه الإبرة تحتوي على مغذي أو تحتوي على أدوية تدخل إلى الجسم وتنفذ إلى المعدة، فإنها تفطر الصائم. نعم. سعد من عرعر له سؤالان. السؤال الأول يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله لو سمحت بكلم الشيخ. تفضل تفضل. السؤال الأول يا شيخ جزاك الله خير، أنا والدي كبير بالسن وعنده أمراض مزمنة ويستعمل الدخان ده، وأنا أذهب إلى منطقة بعيدة عنه مسافة 150 كيلو وأنا صايم، وحنا ماشيين على طول يدخن يدخن ما يصبر عن الدخان، هل في ذلك ضرر؟ نعم. يدخن في نهار رمضان؟ مع السكر والضغط. طيب طيب أقول لك يدخن في نهار رمضان؟ وحنا نمشي مرات يقول يابس أفمي ويشرب مي ومرات يدخن. والده كبير في السن. نعم، إذا شرب مي متعمدا أو دخن، يعني شرب الدخان كما يسمى اللي هو التنباك، فإن ذلك يبطل صيامه، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا من المفطرات. نعم. طيب والسؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، لي أخو أنا عاقب والدينا مهم راضين عنه وهو مهم مخطي، صارت مشاكل بينهم وحتى أخوانه وخواته ما يجينا بسبب والديه، يقولوا لا تجونا ده اتركوه. نعم. يقول بأن له أخ عاق بوالديه فضيلتي الشيخ، وهناك مشاكل وهو مقاطع لهم، بماذا تنصحونه؟ يجب عليه أن يواصل والديه وأن يبر بهما ويحسن إليهما ويطلب منهما المسامحة، لأن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، ومقاطعة الوالدين هذه من العقوق، فهذا لا يجوز له، عليه أن يصالح والديه وأن يطلب منهما المسامحة. نعم. هل يشترط يا شيخ لترخيص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون السفر على الرجلين أو الدابة؟ لا مطلق، السفر الله لم يقيده بوسيلة معينة، إذا سافر على رجليه، سافر على بعير، سافر على طائرة، على سيارة مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر، فإن له الإفطار في رمضان. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالبرنامج. يقول يا شيخ: تناولت دوائي بعد الفجر في رمضان وقضيت ذلك اليوم، هل يلزمني بعد ذلك كفارة؟ لا يلزمك كفارة، ما عليك كفارة أصلا، ويكفي القضاء. نعم. يقول: ما فضل ليلة القدر وما ورد فيها من الأجر؟ فضلها معلوم، سماها الله ليلة القدر وأنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم نوه بشأنها: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها، العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر، أي ب83 عام وزيادة، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. وردنا أيضا هذا السؤال شيخ صالح، يقول: شخص أعطاه والده زكاة الفطر ليقوم بإخراجها ولكنه نسي حتى صلى العيد ثم أخرجها، فهل تجزي؟ نعم، تصير صدقة من الصدقة في يوم العيد. نعم، في يوم العيد نعم تجزي، تجزي، لكنه تأخر عن الوقت الفاضل. نعم. طيب، فقرة أخرى يقول: هل يجوز شراء زكاة الفطر بعد دفعها؟ كيف يدفعها وهو ما شراها؟ نعم. أحسن الله إليكم.
من الأسئلة التي وردت البرنامج فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يعتقد بعض الناس بأنه لا يعقد للنكاح في رمضان، هل هذا المفهوم صحيح؟ هذا غير صحيح. يجوز العقد، الذي يحرم هو الجماع، أما العقد النكاح فلا بأس به في رمضان وفي غيره. نعم. محمد من سبت العلاية، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عليكم السلام. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ولاة الأمر وشيوخنا وبلادنا. آمين آمين. وصاحب الفضيلة، السؤال يا صاحب الفضيلة، احنا ابتلينا بهذا الصاحب الذي يحمل الصغير والكبير، وهي الجوالات والفيسبوك، ونحن في الشهر الفضيل. الآية القرآنية الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بأسهم بعضهم بعض، في آخر الآية. صاحب الفضيلة، أليس هذا العذاب أنه بعضهم يتناقلون بعضهم إلى بعض بالسخرية في أسرارهم في كشف نواياهم، ونحن في هذا الشهر الفضيل؟ أبغى من فضيلتكم صاحب الفضيلة أن تعلق على هذا الجانب. السؤال الثاني، الله يحفظ. لحظة، خلي الشيخ يجاوب. لحظة. نعم يا فضيلة الشيخ، نفس الذي ذكرتم حفظكم الله عن الجوالات وما فيها من تناقل السخرية والاستهزاء بالناس والتغريدات، يقول أريد أن تعلقوا عليها، وخصوصا ونحن في هذا الشهر. كما ذكرنا في جواب سبق أن الجوالات للمكالمة فقط، وأما أنها تستخدم للهو واللعب والسخرية وهذا لا يجوز، هذا لا، استخدام لها في غير ما يباح. نعم شكرا فضيلة الشيخ. نعم تفضل، في بقي شيء؟ اي نعم، سؤال. تفضل صاحب الفضيلة. للأسف الشديد أن أصبح الناس أنه يأخذ الدين هو على ما يريد. يعني نجد إحنا في شهر فضيل وهو السماحة والقوة والمحبة والإخلاص، نجد أنهم يتخاصمون وبعضهم لا يسلم على بعض، وهم يصلون في هذا المسجد، عندما يقول الإمام استووا اعتدلوا تراصوا، بعضهم ينظر إلى بعض ثم يضع زي ما تقول فرجات هناك، وكأن الدين هو يخصه هو ليس لله سبحانه وتعالى. صاحب الفضيلة، احنا ابتلينا بهذا الأمر هذا، وكل يهوي الدين على ما يريد. طيب واضح السؤال. نعم. يقول: أصبح الناس يأخذون أن الدين على ما يريدون، بينهم خصام، يدخلون إلى مسجد واحد وبينهم مقاطعة. لا يجوز لهم هذا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا يبقى المسلمون على تقاطعهم، ولكن يصلحون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم تفضل يا عبد الله من أبها، له سؤالان. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالك الأول عبد الله. عندي شو اسمه سجادات، هديت أمي سجادة. أنا عندك إيش؟ أنا هديت أمي سجادة من أسفنج. إيه أيوة، مرفوعة على الأرض شوي. طيب، فما أدري يجوز تصلي عليها ولا ما يجوز؟ لا بأس بذلك، لا بأس تصلي عليها. طيب السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني، عندنا خادمة. نعم. وغير مسلمة. طيب. فيجوز لكم من الأكل تسويه ولا ما يجوز؟ يا أخي، لماذا تستقدم خادمة غير مسلمة؟ والمسلمات الخادمات المسلمات كثيرات. فأنصح لك أنك ما يعني تكمل العقد معها، فإذا انتهت تسفرها وتستقدم خادمة مسلمة. نعم. طيب شكرا يا عبد الله. أقضي نهاري، يقول السائل الشيخ صالح، في رمضان نائما أو مسترخيا، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ لا يؤثر ذلك في صحة الصيام إذا لم تتناول شيء من المفطرات، وإنما مجرد أنك تنام كثير من النهار أو ما عدا القيام للصلوات المفروضة، هذا لا يؤثر على الصيام.
ولكن الأولى أن تنشط وأن تعمل ما تستطيع من الأعمال، خصوصا النوافل وتلاوة القرآن وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تعطل أعمالك في شهر رمضان. نعم. هذا يسأل عن مزيل العرق يا شيخ بعد الإحرام إذا كان الإنسان ناسيا. نعم. مزيل العرق بعد الإحرام للعمرة ناسيا، إذا لم يكن فيه طيب لا بأس يستعمله، أما إن كان فيه طيب لا يستعمله، لأن المحرم لا يمس الطيب. نعم. عبد الله من المدينة، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ أسمع. تفضل. عندي رحنا عمرة. نعم نعم نسمعك يا عبد الله، تفضل. ديتم العمرة. ذهبنا إلى الميقات، ما هي المرأة نجت التلبية. طيب. ما حكم عمرتها؟ نعم. يقول أدينا العمرة مع إحدى أخواته وذهبنا إلى الميقات ونسيت التلبية يا شيخ. التلبية سنة لا تؤثر، ما دام نوت الإحرام وأدت العمرة ولو لم تلبي فهي صحيحة، والتلبية سنة ما هي واجبة. نعم. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني التقصير. نعم. يجوز أخذ مثلا بالمقص من الأمام ومن الخلف ومن الرأس، أو الحلقة مثلا بالمكينة أو بال، أيهما أفضل، الحلقة والتقصير في العمرة يا شيخ؟ الحلقة أفضل من التقصير، لأن الله بدأ بهم محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالحلق أفضل من التقصير، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالنسبة للمرأة؟ التقصير يتعين عليها، المرأة يتعين عليها التقصير، تأخذ من كل أنملة قدر، تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، أو من مجموع الشعر إذا لم يكن ظفائر تجمعه، وتأخذ من رؤوسه قدر أنملة الأصبع. نعم. وردنا هذه الأسئلة من أبو محمد بن عنيزة، يقول فضيلة الشيخ أنا أصلي مع إمام المسجد في رمضان الفروض والتراويح وأصلي على كرسي، لكنه رفيع بعض الشيء بحيث أن رجلي لا تصل إلى الأرض، فهل تصح صلاتي؟ لا بأس بذلك، إذا كنت تحتاج إلى هذا ويشق عليك أن رجليك تصل إلى الأرض، إذا كان هذا لحاجة فلا بأس. نعم. نعم. معنا اتصال. طيب فضيلة الشيخ، يقول الأخ أبو إبراهيم، ما حكم هذا القول أدركتني رحمة الله فنجوت من الموت؟ غير مناسب هذا اللفظ، تقول أدركني الله برحمته، لا تنسب الشيء إلى الصفة، إلى صفة الله، وإنما تنسبه إلى الله، تقول الله أدركني برحمته وما أشبه ذلك. نعم. هذه امرأة يا فضيلة الشيخ نذرت ألا ترتكب مخالفة، فارتكبت هذه المخالفة، وهي حلفت أن تصوم شهرا، والآن هي ضعيفة، فماذا يلزمها؟ إذا كانت إن حلفت أو نذرت، نذرت ألا ترتكب معصية أو مخالفة، فعادت إلى هذه المخالفة، وهي حلفت تقول نذرت أن تصوم شهر. نعم، تصوم شهر، يجب عليها صيام الشهر، ولكن هذا النذر الذي يظهر منه أنها تقصد من ذلك إلزام نفسها أو منع نفسها من، فهو يجري مجرى اليمين على ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، نذر يجري مجرى اليمين وتحله كفارة اليمين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أنا لا أملك الحقيقة مال وقلبي يتقطع، أريد أن أخذ عمرة، فهل يجوز لي أن أتدين من أقربائي وأقوم بالعمرة في رمضان؟ إذا كنت تقدر على السداد فلا بأس أن تقترض للحج، تقترض للعمرة، إذا كنت تقدر على السداد، أما إذا كنت فقيرا ولا تقدر على السداد فلا يكلفك الله بهذا. نعم. يقول ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا يا شيخ؟
الناس لا حرج عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز لإمام المسجد أن يقرأ من منتصف القرآن الكريم حتى يختم، يقرأ من الكهف وحتى آخر القرآن؟ يا أئمة المساجد وفقكم الله، لا تجتهدوا من عندكم، لا تجتهدوا من عندكم، واحد يقرأ نصف القرآن هالسنة والسنة القادمة في رمضان يقرأ النصف الآخر، من قال لكم هذا؟ اقرأوا القرآن كله في شهر رمضان، وأسمعوا المأمومين كلام ربهم كله، وإذا لم تقدروا على هذا أو لا تريدون هذا اتركوا الإمامة لغيركم، لا تحدثوا هذه الأمور في مساجد المسلمين. نعم. عبد الله معنا، تفضل على الخط. عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ، الآن إذا في وقت الصلاة، ترى يا عبد الله لعلك تعيد الاتصال لأن فيها الآن تقطيع في صوتك. نعم تفضل. حفظكم الله فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت للبرنامج، رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة وصلى ولم يغسل مكانها، يعيد الصلاة، لأنه إذا خلع الممسوح عليه بطل وضوءه، ظهرت رجله، وإذا ظهرت كان فرضها الغسل، فهو أزال الممسوح عليه فبطل وضوءه، صلى بهذا يعيد الصلاة. نعم. يا شيخ يقول، هل جعل الثوب إلى نصف الساق من لباس الشهرة؟ يجعله على حسب ما يعمل في البلد، إذا كان أهل البلد يعملون الشيء المباح في اللباس فإنه لا يخرج عن ما عليه أهل البلد لئلا يكون شهرة بين الناس، وحد اللباس الرجل إلى الكعب، إلى الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحده آخر حد إلى الكعبين. نعم. تفضل يا محمد معنا على الخط. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله بالخير، حياكم الله. الله يحييك. كيف حالك يا شيخ؟ سؤالك يا محمد تفضل. عندي سؤالين حفظك الله يا شيخ. نعم. الأول، الأول كان والدي رحمة الله عليه متوفي له تقريبا من سنة، وصام يوم من رمضان وبعدها تعب عن الصيام ولا يستطيع الصيام، وبعدها توفى رحمة الله عليه، وما أدري وش يلزمني، أنا صرت زكاة مرة واحدة، يعني الآن حسبت 45 كيس عن 60 مسكين وعطيتها ناس فقر على طول، ما أدري وش يلزمني. اسمع الإجابة. طيب اسمع الإجابة. إذا ترك، اسمع، إذا ترك الصيام من أجل المرض واستمر به المرض حتى مات فليس عليه شيء، أما إذا كان ترك الصيام من أجل المرض ثم شفاه الله فإنه يقضي ما عليه، وإذا مات قبل أن يقضي يقضى عنه، يقضي عنه وليه كما قال صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. السؤال الثاني يا محمد، وقصر التلفزيون شوي يا محمد، قصر التلفزيون. كان مريض لا يستطيع الصيام، يعني مرة، يعني ما صام إلا يوم واحد من رمضان بس، لكن مات في المرض الذي هو فيه. نعم نعم، مات في المرض على طول، مات، أخذ له فترة ومات رحمة الله عليه. ليس عليه شيء يا أخي. خلاص جاوب الشيخ. السؤال الثاني يا محمد شيء. السؤال الثاني. جزاك الله خير. ثاني يا شيخ، زوج عمتي اللي هي أم زوجتي، وش المحرم من بناتي ولا لا؟ إيش؟ نعم يا أخي أبو، أعد السؤال. السؤال يا شيخ، الآن أم زوجتي زوجها هو محرم من بناتي ولا لا؟ لا، ما هو محرم لهن يا أخي. ما هو محرم لهن؟ لا. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. ما معنى حديث لا يرد القدر إلا الدعاء يا شيخ؟ ما المراد بهذا؟
المراد أن الدعاء أمره عظيم، وأن الله جل وعلا قدر أن يرفع هذا البلاء بسبب الدعاء، فهو قدر مبني على سبب، وقد حصل السبب فحصل المسبب والحمد لله. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل الدعاء مستجاب في كل وقت من رمضان وفي كل ساعة، أم أن هناك مواطن لها؟ كل رمضان وقت للدعاء، ليله ونهاره كله وقت للدعاء والحمد لله. نعم. هذا سائل أرسل بهذا السؤال، يقول إمام صلى بالجماعة فلما كان قبيل التسليم الشيخ تذكر أنه ليس على وضوء، فماذا يصنع؟ هل ينيب؟ وإذا أناب فماذا يقول؟ لا، يقول لهم انتظروا، يذهب ويتوضأ ويرجع ويصلي بهم من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. نعم. سامي معنا على الخط، تفضل يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ نحبك في الله يا شيخ. حياك الله. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، شايبي كبير في السن ومصاب بضعف الذاكرة وكثير النسيان، هل عليه صوم وصلاة يا شيخ؟ إذا كان معه عقله وفكره فعليه الصلاة، يصلي حسب حاله، وأما الصيام فيفطر، إذا كان ما يشق عليه الصيام يفطر، فإذا شفاه الله يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، تفضل. العام اللي يبعد عن المنزل مسافة 200 أو 250 كيلو، وبغينا أحكام الصلاة يا شيخ، نجلس يومين ثلاثة أيام في العمل هناك، وأنا أحكام القصر والجمع في الصلاة يا شيخ. في الطريق تقصر وتجمع، أما إذا صرت في العمل في بلد العمل فإن كانت إقامتك تزيد على 4 أيام فإنك انقطع سفرك، فتتم الصلاة وتصوم في رمضان إذا وكان وقت رمضان، لأن السفر انقطع بالإقامة التي نويتها تزيد على 4 أيام. نعم. بارك الله فيك، شكرا. شيخ، قراءة القرآن للذي عليه جنابة سواء رجل أو امرأة ومس المصحف لا يجوز، حتى ولو بدون المصحف لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابة، فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. نعم. تفضل يا عبد الله من جدة معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أبغى أسأل الشيخ الله يحفظك. تفضل، الله يحفظك. بالنسبة لي أنا استخدم شغالة استقدام وبقيت معنا سنة، وبعدين تركت عندنا، كنا مبلغ حق الرواتب حقتها نجمعها عندنا ونعطيها ما تحتاجها للتحويل لبلدها، وفي احدى المرات خرجنا للسوق وهربت، فبقي عندنا مبلغ من المال، وبلغنا الجهات الامنيه وكذا، وانتظرنا عنها لحد الان ما وجدنا خبر عنها بالنسبه للمال حقها، ايش نسوي فيه الان؟ عندنا حوالي 7000. يا اخي احفظ حقها، احفظ حقها عندك، والحاجه لها هي التي تطلبها، إذا جاءت هربت ولا نعلم. اصبر يا أخي، اصبر، اسمع الإجابة، أقول احفظ حقها عندك، والحاجة لها هي التي تأتي وتطلبها، أنت احفظها لها. يا شيخ 5 سنوات ما لها أي خبر. طيب، لها عنوان ولا؟ ولا أي شيء، لم تصرف لنا أي عنوان ولا أي أذى. إذا كان ما يمكن الوصول إليها وتعذر الوصول إليها، نعم، فإنك تتصدق بهذا المال عنها. على بركة الله. شكرا، جزاك الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع أسئلتكم. ما صحة حديث شيخ إن الله خلق آدم على صورته؟ الحديث صحيح يا أخي، الحديث صحيح وثابت والحمد لله، ولا فيه إشكال والحمد لله. يعني خلق آدم على صورة الرحمن، في رواية على صورة الرحمن، يعني أنه سميع بصير، له صفات ذاتية وصفات فعلية، وإن كان
هناك فارق بين الخالق والمخلوق في أسمائه وصفاته، فالمخلوق له صفات تليق به والخالق له صفات تليق به. نعم. وردنا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول يا شيخ هل يجب على المرأة قضاء الصوم إذا أتتها الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب؟ إذا كانت ما أحست بشيء قبل الغروب وإنما نزل عليها الدم بعد غروب الشمس فصومها صحيح، أما إذا كانت أحست قبل الغروب بتحرك الدم فيها والآلام المعروفة فإنها تقضي هذا اليوم. نعم. تقول هل للمرأة أجر فضيلة الشيخ إذا كانت تقضي جل وقتها في إعداد الفطور والسحور للزوج والأولاد؟ هذا من التعاون على البر والتقوى ولها أجر في ذلك، ولا يمتنع عليها أن تقرأ القرآن إذا كانت تحفظ القرآن أو شيئا منه وهي تعمل وتشتغل، أو تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما مدى طاعة الوالدين وهل تجب في كل الأحوال؟ نعم، تجب طاعة الوالدين إلا في معصية الله، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أما ما عدا الكفر والشرك فإنه يطيع والديه، والمعصية يطيع والديه في غير المعصية. نعم. شكر الله لسماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي استفدنا الحقيقة من هذه الإجابات وهذه الوقفات والنصائح والتوجيهات المبنية على الكتاب والسنة. جزى الله الشيخ خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين. أشكر الحقيقة فريق العمل الذين هيئوا هذه الحلقة وأعدوها وأخرجوها، من الفنيين والمخرجين والمصورين. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.